الله يبارك فيكم. السلام عليكم. اتفضل. سأل. حكم ايه؟ حكم الاشربة الخليط والمنقوع والنبيذ. الفترة بتاعتهم قد ايه فضلتك؟ يعني الفترة بتاعت الخليط قد ايه والنبيذ قد ايه والمنقوع قد ايه؟ لا مش كده بقى، يعني احنا الاصل في هذا ان الفترة انتهى الامر الى انه تشرب ما لم تسكر. تشرب ما لم تسكر، اذا اسكرت حرمت. لكن ما فيش فترة لا 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 تختلف من حال لحال، يعني ممكن المية تكون سخنة شوية، فاذا وضعت فيها تمر بسرعة يصبح خمرا. اذا كنت بتغليها تمر مع الماء وجالس تغلي تغلي بعد مدة قصيرة سيصبح خمرا يعني، لكن إذا كان الماء بارد مش هيصبح خمرا ولو بعد ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام إذا كان في الثلاجة. فليست هناك مدة، إنما هناك زمن، هناك يسكر أو لا يسكر. تمام. ما تخليها تعيش سنة. أيوة ماشي.